طيب، كهربا النهاردة خد شتيمة فوق الوصف. أستأذنكم لايكات يا شباب للفيديو وللصفحة وسبسكرايب وفعل الجرس. لايك اللي عاوز يعمل شير أكون ممنون ليه، بحيث يوصل لأكبر قدر ممكن. أنا مش هقول اللي أنتوا بتقولوه ده على أسامة حسن، مش هشتمه، أنا عارف، بس مش عمري ما أقول الكلام ده. ما ينفعش أقول أنا الكلام ده. إحنا بنعيب على الناس حاجة، يبقى أنا ما ينفعش أرد عليهم بنفس سلوكياتهم. بنفس سلوكياتهم ما ينفعش. ما ينفعش، طيب. عاوز أروح لكهربا. كهربا عمال يتشتم وعلى شاشة قناة الزمالك بتطلع صورة له، وواحد واقف وأمن وبنت، وبنقول دي فلانة الفلانية اللي هو كذا، اللي بتروح له، اللي بتعمل له، اللي بتسوي له، اللي كاني، اللي ماني، وإيحاءات لا أخلاقية بالمرة. قضايا في مجموعة قضايا سوف ترفع ضد رئيس نادي الزمالك وقناة نادي الزمالك يوم الأحد القادم من المحامي أشرف عبد العزيز محامي محمود عبد المنعم كهرباء. والفيديوهات اللي بتتعمل دي تم ترجمتها للإضافة إلى قضية محمود عبد المنعم كهرباء في الاتحاد الدولي لكرة القدم والعنصرية والتطاول والسباب. ويقال أنه سيتم تقديم شكوى من كهرباء إلى لجنة الأخلاق. إلى لجنة الأخلاق. إلى لجنة الأخلاق. لو ده حصل والأمر ده تم والمطالبة بشد مرتضى زي الدعوة اللي عاملها محامي أنيس بن ميم محامي حمد النقاز ده، لكن حتى قطر لما اتشتمت ما كملتش في الشكوى، في شكوى مرتضى في الاتحاد الدولي، ولما قال عليهم المخنسين بعد توسط شخصيات مصرية عاملة في قطر، رياضية زملكاوية شهيرة. ماشي، كهربا مركز مع الفرقة، أوكل كل شيء إلى الأستاذ أشرف عبد العزيز المحامي، وكل شيء ماشي تمام. قناة الأهلي محدش يعرف خارطتها البرمجية، ولا حد يعرف هي تطلع إمتى، ولا لسه الأمر معلوم. الأستاذ محمد كامل كتب يعني إن كل شيء هتلاقوه واللي 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 و لكن ما أعلنش تفاصيل. لكن الأستاذ معتز الدمرداش اللي أنا فهمته إنه مش موجود في القناة. طبعًا دي دعوة للفوضى. طب افرض الخطيب بقى عمل بكرة اجتماع هو كمان للأدمنز والصفحات الأهلاوية، مش هيفتح الصالة المغطاة، ده هيفتح التتش. لو الخطيب بقى طالبهم بالتصدي لكذا وكذا وكذا، إيه اللي هيحصل؟ هنقول لك بيستقوى بالجمهور وبيستقوى باللي مش عارف بايه وبيعمل ايه وبيسوي ايه، وساعتها الناس بتوع التراشق هيطلعوا لنا يقول لك التراشق التراشق، قالوا التراشق، محدش يعرف القناه تفتح امتى. انا كلمت الاستاذ محمد كامل رئيس مجلس الاداره وقال لي لسه ما حددناش ميعاد الظهور امتى. أنا بقول لك محمد دياب بيوصف أبوه، فلسه الدنيا مش واضحة. طيب عاوز أروح لصفقة رمضان صبحي. رمضان صبحي خلي بالك الدورة هيبدأ إمتى ويخلص إمتى. الدورة هيبدأ إمتى يا عمر؟ الدورة يبدأ 8/8، والدوري الحالي هيخلص امتى؟ هيخلص 26 الجاري، يعني الراحة 12 يوم. طب الدوري المصري هيستأنف امتى؟ 6/8. بقى هيدرسفيلد نتائجه سيئة وكمان معرض للنزول. طيب لو هو جاله عرض وهيتباع
هيتباع امتى؟ مع بدايه المسابقات الاوروبيه. طب هيتنوا قاعد ومكمل مع النادي الاهلي لحد شهر 11 وبعدين يروح للفرقه الثانيه؟ محدش عارف. ففي اشكاليه كبيره جدا انا شايفها في صالح النادي الاهلي، انه لو ضغط في هذه المرحله يمكنه انهاء الصفقه. ليه؟ لان الفرق بين دوري الموسم الحالي اللي كسبه ليفربول ودوري الموسم المقبل 12 يوم، ده يخلص 26/7 تبدا 8 اغسطس، كلها 12 يوم. فوارد يا اما مش هيكمل معاك رمضان، لكن انت متفق معاه انه يكمل. طب رمضان جاله عروض حتى الان كلها كلام في كلام، هات له ما يعمل، كلها كلام في كلام، كلام في كلام. طب هل يملك النادي الاهلي الضغط وانهاء الصفقه مع هيدرس فيلد اللي نتائجه سيئه في هذا التوقيت؟ ولا حد يجرى، ولا بقينا بنتكلم في الكوره، ولا بقينا بنتكلم في الكوره، بقينا بنتكلم في الشتيم، خاصه مع الاحداث اللي بتحصل. فما حد، هل الاهلي مركز في انهاء الصفقه؟ هل هيدرس فيلد يمكن ان يتنازل ماديا؟ هيدرس فيلد مهدد بالنزول للدرجه الثانيه، هو في التشامبيونشيب دي ونتائجه سيئة، مهدد بالنزول، لكنه في نفس الوقت بيبالغ في طلباته المالية. أنا زعلان على اللي بيحصل، زعلان على اللي إحنا بقينا فيه، زعلان على الشتيمة والخطف الأعراض والسمعة. حتى المؤدب بيضطر إن هو يخرج عن شعوره من كتر الضغط اللي عليه. مش عايزنا نزعل، لازم نزعل. إنجلترا بتتكلم في عودة الجماهير. النهارده مستر بوريس جونسون رئيس الوزراء بيتكلم عن عودة الجماهير في اكتوبر اللي جاي، يعني الدوري الجديد يبدأ 8/8، هو يبدأ بعدها في 10 الجمهور يرجع. واحنا هنا شغالين خناقات، حتى ما بقتش خناقات على صفقات، بقت خناقات على الثوابت الأخلاقية، على الألفاظ الخارجة، على الألفاظ الخارجة. عاوز اتكلم في الكوره والصفقات والحكايات والروايات. اول حاجه، في لعيب كويس قوي 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 اسمه وليد، اقول لك وليد ايه يا سيدي، وليد فوزي. كابتن احمد كشري لقبه بان هو خليفه وليد صلاح الدين في نادي الترسانة، صانع ألعاب على أعلى مستوى. النادي الأهلي بيتفاوض على شرائه وبيقترب منه بقوة للتعاقد معه وإعارته إلى فريق في الدوري الممتاز، وإعارته إلى فريق في الدوري الممتاز. اللعيب الثاني اللي بيتكلم فيه النادي الأهلي دلوقتي وبيشرع في إنهاء الصفقة هو أحمد بيكهام اللي قلت لكم عليه زمان، مدافع نادي وادي دجلة اللي عامل نتائج كويسة وعروض طيبة مع المنتخب الأولمبي، وساهم في الصعود إلى دورة طوكيو الأولمبية. وعقده مع دجلة بينص على إن الأهلي لو احتاجه يدفع 5 مليون جنيه ويستعيده من دجلة للنادي الأهلي. ودجلة النهاردة اعترف بهذه الصفقة. وأنا بتكلم على دجلة لازم اقول ان في خبر نشره موقع الهداف الاستاذ محمد مبروك، وبيقول ان دجله بيتفاوض مع السامواجيان للعب له لمده موسم مقابل 300,000 دولار، وان هو دلوقتي بيلعب في الدوري الهندي نادي نورث ايست يونايتد. هو كان نجم العين وكان نجم منتخب غانا. نادي الاهلي ايضا في موضوع المفاوضات بالنسبه لصفقه باهر المحمد. صفقة باهر المحمدي عاوز اقول فيها شوية تفاصيل. امبارح في مجموعة من الناس على السوشيال معروفين ان هم اهلاوية، معروفين ان هم مقربين من الكابتن محمود الخطيب،
كتبوا ان الخطيب انهى صفقة باهر المحمدي. انهى صفقة باهر المحمدي. عملت شوية اتصالات مع مسؤولين في الاسماعيلي ومسؤولين بارزين جدا في النادي الاهلي، فاكدوا ان المفاوضات لازالت جارية، وان المفاوضات بين الكابتن محمود الخطيب شخصيا وبين ابراهيم بيه عثمان، وان باهر المحمدي هيباع لكن هناك حبة